أعلنت بلدية العاصمة عن إغلاق قسيمة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية ومصادرة وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك عقب سلسلة حملات تفتيشية شنتها في منطقتي لشويخ والري للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين. أسفرت سلسلة حملات تفتيشية شنتها بلدية العاصمة في منطقتي لشويخ والري عن إغلاق قسيمة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية ومصادرة وإتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبد المحسن أبا الخيل أكد أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح حملة صحتك أمانة، معلنا أن الجولة التي نفذتها النوبة تباء واستمرت لمدة 6 ساعات متواصلة أسفرت عن غلق قسيمة إداريا تحتوي على 39 برادا للمواد الغذائية. ولفت مدير العلاقات العامة بالبلدية إلى أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية نظرا لأهمية تفعيل الرقابة للإطمئنان على سلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلكين من خلال إجراءات فحص المواد الغذائية ظاهريا وأخذ العينات وإرسالها لمختبرات وزارة الصحة للتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي. وشدد على أن مفتشي الأجهزة الرقابية سيطبقون القانون بكل حزم بحق المخالفين.